شحال واعره. وري 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 شو الشعر تو كي داير حرير. يا الله يا الله شو العينين. شكون؟ لاس هاي سيزان. هاي لبنى. مالك اختي تعطلتي؟ ما لقيتيش اللي يجيبك. سمحي لي قلت بركة عليا من الطوموبيل والشوفير، وقلت مع راسي ناخذ طوبيس. الساعة ما عندي زهر، طحت في واحد الطوبيس كيزيد وكيوقف وكيوقف وعاد كيزيد. وين على كاين شي طوبيس كيزيد وما كيوقفش؟ ولكن واخا هكداك انا فرحانه بزاف. علاش؟ حيت تقبيك الطوبيس؟ لا، هادي اول مره في حياتي كنكون في شي بلاصه فيها الزحام والناس كيتغاوتوا. سيتي فريمون ميرفيو. ايوا اختي سعداتك. المهم انا عيطت لك حيت بغيت نقول لك واحد الفكره ما دايراش. ايوا سمعيني نشوف واش ساتورن ولا ساتورن با. يلا تبعيني. قل تسام، بغيتك يا اختي تعاوني معايا نجرب نصاوب واحد الدواء. ياك مين صحاب الكراسك في اليابان؟ في اليابان على مالهم باش فايتينا غير بالخدمه والعينين صغيورين. ما اجاب الخدمه للعينين. عرفتي هما علاش عينيهم صغيورين بعدا؟ حيت ما كيشوفوش النعاس، ماشي بحالنا حنا ديما خامرين. سمحي لي نشوف شكون. انا جايه. أنيسة ابتسام صديقة بنتي. أهلا وكل مربوح. الله يرضي عليك الله يرضي عليك. أش أخبارك؟ لاباس. قولي بنيتي واش باباك متحزب ولا متنقب؟ والله ما نعطيك خبار عمي. أنتم وليدات اليوم سايقين خبار الدنيا. إحنا الآباء اللي كتجي فينا مساكن. إيه عرفتي شي إلا ما رديتيش بالك في هذا الوقت غادي نقبوك. شكون هما عمي؟ لي زوازو؟ ماشي لي زوازو، النسورة. سولي لبنى تقول لك شحال من مره كندخل مريش. بابا. نعم بابا، جاتك واحد الرساله مهمه من عند المدير العام للكهرباء. ايوا انت ها واحد نسر هو باغي يريشني. بالحق انا ماشي ساهل ليه. شوفي شحال. الف درهم. الف درهم؟ اول استغفر الله. ألف درهم غيضو؟ ابتسام باك شحال كيجي في الدواء بنيتي؟ جوج المليون ثلاثة. جوج المليون غيضو؟ وما حماقش. هانت ابتسام كاع الدواء اللي يمكننا نحتاجوه جبتو من لافارماسي وعلى حساب بابا. كان عليك تمشي غير عند شي إغبوغيس ماشي لافارماسي. لا دابا التجربة اللي أنا وغنديرها كتخرج الدواء من الدواء. فهمتي؟ جو ريان كومبري. غادي ناخذو دواء ديال حرق الراس. غنزيد عليه هذا المحلول وهذا دواء المعده. غنزيدو ليه شويه ديال الماء باش نخفوه شويه. وفي الاخير ولا بدا ما يعطوني الدواء ديال المصارن. تبارك الله عليك، شكون يعطاك هاد النظريه؟ هاد الدماغ سي سا مارش. كاع اللي ما لقاش الدواء لشي مرض يجي لعندنا. ولكن باش غنعرفوا هاد الدواء ناجح ولا لا؟ نجربوه فيك ولا عطا شي ينفعوا لاخر. ما عندك مناش تخاف ابتسام، هذا غير الدواء. والو اللي خاف نجا. لا 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 لا. واش ابتسام شتي انا صاحبتي رانا معوله عليك. اجي علاش ما نعملوش بحال العلماء الكبار ونجربوا في الكوباي؟ كوباي؟ وفين غادي نلقانا هذا الكوباي؟ عرفتي اش غديري؟ كوتيزي معايا ونكري شي حد. صافي متفقين. دسون ديرهم. نعطي هاد الميتين درهم لعمي رابح. ماشي غير يشرب الدواء د المصران، يشرب حتى د الفيران. خويا دريس
نوض اخويا جمع لي الموظفين، باغي نديرو شي وقفه احتجاجيه قدام دار الضو. حسومه عليك والله الا حسومه. خليني صاحبي نكمل الاغنيه ديال ساليني يا بابا. راه ساليني هي اللي داروا معايا، راه قربوا يساليو مع اخوك. صافي صافي بسويه، جلس 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 جلس، ارتاح سويه. ياك لاباس مربح، جاتني عجينه بريال ديال الضو، ولهذا راني قررت باش غادي نجمع الموظفين وغادي نديرو الاضراب مده 24 ساعه كمده انذاريه. اوه دابا انت اخويا تسبع ماكله في الضو ياك، وحنا تكرفسنا وتزوعنا معاك. اخويا انا دابا في ازمه خصكم تساندوني. شوف يزبك الله، انا راه مسادي ما تندير والو، انا راه ديما طالع للزبل انا. ايوا مزيان، حتى انا باغي نطلع معاك للجبل، وهذه هي الروح النضاليه. شوف اخويا مربع الله يخليك، ما خديت هدا معاك. نشوفوا بعدا اللي يكون عندكم شي واحد في الضو كيسحت في الضو، وديك الساعه عاد نعرفوا اش نديروا. سي مربوح، سي دريس، السيد المدير بعث لكم بهذا الملفات. من الاحمر راه هذا السيد هذا يتيزي، كتكون وقع شي مصيبه. وليدي يا محمود محتاج لك في شي غرض. نعم سي مربوح، انا راه الاشاره. حنا واحد المجموعه ديال الموظفين مقبلين على الاضراب على الطعام. على الطعام؟ ياك ما بغيتوني نكتب لكم البيان ديال العريضه. لا لا، بغيناك تقوم لنا بالاسعافات، لاننا في حاله ما الا درنا شي اضراب تبدا تعطي الناس اللي بغى يشرب واللي بغى شي قهوه. اسمح لي سي مربوح، عندي واحد المداخله. سير دير بخارزه وضرك عليا خمس مسكين. خليها دريس الله يرحمه والديه، راه محتاج اللي يساعدني في هذا الظرف. سي مربوح، نعم. شنو هو بعد الدافع لهذه الحركه الاحتجاجيه؟ مربوح اسيدي جاتو في الضو 20,000 ريال صافي. الوالد وقع ليه نفس المشكل، جاتو الورقه ديال الماء غاليه. ايوا وشنو دار محمود؟ شنو دار؟ بحثنا لقينا جارنا داير جعبه تحت الدار وكياخذ الماء على حسابنا. والشركه بزو معكم شي حل؟ معلوم، على كاين الفوضى في البلاد، قالوا لنا كلشي في الجعبه وعطاونا جعبه كبيره وقالوا لنا خذوا لجاركم الماء اللي كان كيدي لكم. مربوح عندك سنت الزهر كيكون داير شي زعبه وتيزرك منها الضو. ايوا خويا نمشي ندير المراقبه في الدار، واخا عارف باللي نظيره هي مولات سيشوا. لالا نظيره انا. الله كجات هذيك ويبات فروج. ويلي اخويا شكون تكرفس عليك هكا؟ شنو زعما بغيتي تقولي ما عجباتكش ولا؟ ويلي واش نترخص عندك راسك وكون جيتي عندي المدرسه ديال الحلاقه وكون برعناك في الحسانه؟ انا ما نمكنليش نجي تنعرف بعدا نتوما بشحال كتحسنوا. ما غاديش ياخذوا منك بزاف، 20 درهم صافي. 20 درهم؟ وانا في الصوتيه كنحسن غير بجوج دراهم وكيقولوا لي الله يخرب من الفوق. جوج دراهم؟ هاي 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 على الجنس ديال فيا عمو. شكون هذا شي فرج تا هو؟ عرفتي عمي جيتي غزال. شتي لا جونيس، لا جونيس اللي كيفهموا لي هذا الشيء. شوفي هاي دابا جوج درهم ردتني غزال. المهم عمي عافاك، يمكن لك تسمح لي بواحد جوج دقائق من وقتك الثمين، بغيت نهضر معك. ماشي غير جوج دقائق، تا 40 ساعة. شكرا. جوج دراهم تقريا، حنا هي الاخرى ما كنديروهاش بجوج دراهم. ماما ماشي حرام عليك، البارح وصيت قبل ما نخرج للكراج قلت لك صبني لي هادي باش صبحنا شفان لبسها اليوم، ها هي دابا فات كاع غنلبس دابا يلا. ويلا لطفي ولدي على قلك القوامج. انا بغيت نلبس هادي ديرها في البروغرام، اش غنلبس دابا يلا. صافي صافي الله يرضي على ولدي بلا ما تقلق، سير طلع جيب لي السيشوار باش نشفى هادي. وسر وسر وبلاتي. يلا انت شد منكم وانا منكم. ويسر بلاتي. صافي واش كدير؟ ياك شحال من مرة تنقول لك ما باقاش جاي تنشفي الحوايج بشي صوار. حاولي يا مربو هذه. السلام عليكم. اش من سلام عليكم؟ راه حرام عليكم هذا الشيء، راه تدي راه حرام. واش انا بعلك ولا عدوك انا ديره؟ صافي انا غادي نمشي غنلبس قميص اخرى. صافي تخاصموا على خاطركم. واش هاد الشرويطه هذه راه خسروا عليها اكثر من ثمنها؟ هذه اش بقى فيها هذه؟ بنادم ما يصبر ولا ما يجب. لا 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 يلا هي دابا تسرقت الله حتى غير موالي. سير طلع البيت خليني انا نتخاصم مع ماماك، راه شحال من هذه ما تخاصمت معاها. علاه انا شنو درت لك باش تخاصم معايا؟ ياك انا لا شريت الماكينه ديال الصابون كتصبن وكتجفف وكتنظف. ولكن انا ما غاديش نشعل الماكينه ديال التصبين على قميجه وحده. على قميجه وحده؟ ولكن تخدمي استشوار على قميجه وحده؟ دوي شوفي انت
ابتداء من تاريخ اليوم. هاد الادوات ديال الحلاقه ما نبغيوش يتخطروا عليا في الدار، صافي امنوا عليك اليوم الصباح حلاقه، صافي صدينا. ياك يا مربوح ياك، الخدمه اللي عندي زعما ما بغيتيش نكمل فيها، هادي هي معزتي في قلبك. تبوحي ديال بالله رجع، انا عقدت لك به، واش معانا ولا؟ واخا المسموم، انا غادا الكوزينه وتبعني رغبني. رغبك؟ نخلص انا 20,000 ريال ديال الضو، انا عندي لوزين ديال الدجاج. درتي لابو طوال هنا؟ ايه غادي نصوبو فيه العصير، بغيتي الدوخ عمي؟ العصير عاد كتشاور معايا حنين، تعطيني نذوق. داك حنا كنصايبو الدواء وبغيناك تشربو، شنو رايك؟ عمي ها انت شوف هاك 100 درهم، فاش نكملو التجربة نعطيك 100 درهم اخرى، يلا دابا جاوبها. انا ما عمري سمعت شي واحد قتلو الدواء، عطوني نشرب. يلا واتمد عمي. هوك شبيه محلقة عصير، ثم اللي سايبتو؟ حنا اللي مصوبينا. يلا شرب هذا نشوفه. حلو بحال اللي يقول، زيدني شوية هاك. ما عندكم شوية خبز؟ لا ما سلمش صيبناه. كيف كتحس براسك؟ كنحس براسي قوي. شتي قلت لك غادي يديرها بيه. شتي لو خلينا نتفرجوا نارينا على الزغبيه نارينا. سمح لي ماما عافاك قولي لي كي جات القميصه. زوينه كتحمق غير خلينا نتفرج. المهم زوينه ولا ما زويناش، القميصه اللي قطعتو لي غادي تغرموها ليا ماشي شغل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كنا نبداو الاجتماع؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. زوجتي المحترمه، بنتي وابني العزيزين، بادئ لي بدء. هاكم عدو وقعوا في هاد الورقه. بالله خير خف علينا، شنو هي عاوتاني هاد بادئ لي بدء مربوح؟ هاد بادئ لي بدء هي الجمله اللي غادي نبدا بها الخطابات ديالي كلهم، لانني كنتسايل بها وعجباني. وشنو هي بالدارجه؟ بالدارجه هي اللي ليها ليها. طيب مربوح لو بنان، ولكن ما فهمتش انا علاش غنوقع في هاد الشيء هذا. ما حتى انا راه ما يمكنليش نسني في ورقه خاويه. هادي غير ورقه الحضور باش تثبتوا الحضور ديالكم في الاجتماع، والا راكم غادي تحايلوا على القانون الداخلي ديال هذه المؤسسه اللي هي الدار ديالنا. صافي ماشي مشكل، ها هي. ولكن بابا عافاك طلقني، راه عندي بزاف ديال التجارب خصني نمشي نديرها. انا جمعتكم اليوم باش بغيت نحافظ على الميزانيه ديال هاد الدار، وترشيدا لنفقاتها لقد قررت، وهذا قرار لا رجعه فيه، غادي نبدا نقطع عليكم الضوء في 7 ديال العشيه. واخا قطعوا في نوبه وهنينا، علاش غتسنى حتى 7 ديال العشيه؟ وبماذا ساضوي يا بابا؟ ستضويين بالشموع يا بنيتي. ايوا حتى ديك لاشيره غادي نضويها بالشمع. هذيك سير ضوي بها في السطح. باش غنضويها؟ طاقة شمسية. واخا وداك الدجاج واللحمانة اللي عندي في الثلاجة اش غندير بهم؟ صدقوا معايا انا ولا لا حتى حاجة ما كتفوت عليا. صافي انا اتفقت انا والمكي البقال باش غادي نبدا نبيت عنده كاع داك الحوايج اللي كدير ريحة، غتبيت عنده في الثلاجة بدرهم الليلة. ماشي درهم. هناري هناري ممتي ناري على الغدر، هناري ممتي ناري على الغدر. وهيا وهم رابح مالك؟ غادي نموت اخويا، داروا لي الزنطق هزلقا. شو وجهو حمار؟ مربوح هذا مسكين رابح يلاه جابو حمروش. لا 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 هذا ما يكون غير بوشبيكا وكي عادي. يا ريم ومتي غنموت غنموت. وبزاف د العلماء ما كتصدق لهمش التجربه الاولى، ولكن ماشي مشكل،
مرة جاية نجرب في لطفي. كنموت عباد الله كنتقطع كنشوف الموت عليا. شفتها؟ شفتي الموت؟ كي دايره كي دايره؟ كهذا كي بغيتي تكون اولي شتي حتى ملي تشوفو كاع الموت يتناد مع الحال ودي المانشارير. سافي انت دير حتى شي كبه ديال النحل هي دارت لك الحاله. ولا هي ولا هذا ما يكون غير شي كلب مسعور تصرفتي مع العار ودار لك الحاله. ولا يا ولا شرفت سموم الشاب حسني. لا هذا الشاب مامي. عفاك سير عند ماما قولها توجدنا واحد كاش ديال الزعتر. الشاب فضيل. فضيل عبد الله قادري ابو علي سي بوكر. الله يرضي عليك الا ما قول لي الدري اش واقف شاك سي لطفي. لو نظيره هذه عنده المعقوده. ياك عزيز عليك المعقوده وعزيز عليه تاسفاسيسو هما عيني. لا ما هو الا لبنى. ولبنى ما لبنى بغيتي لبنى تعاديها حتى هي. مالك يا عمك توحشتيني لبنى هي. من نهار اللي ولدتك من نهار اللي ولدتك وانت معزيز على الخير ما كلكش سقاطه. يا عبد الرحمن هاد الزعتر الساعه مطر. لا ما يمكن نشربوا الزعتر حتى يجي الدواء. الزعتر خليه لينا نشربوا. عمك راه غادي يزرعك. سير راح نرسلنا باك باش يجيب لينا الدواء وتعطل. رسلتم؟ اي وقيلا ما عطيتوش تنابر. ادوية شنو ولا؟ ما حيلتي الضو ما حيلتي الدواء ها؟ دابا 2000 درهم ديال الدواء منين غادي نجيبها؟ نبلع فيها حوايجي دوي؟ هيا هيا 2000 ريال منا هيا 2000 ريال. ايوا و 38 ألف ريال منين غنجيبها؟ مربوح صافي تلاقي الدريه من ودنها غتخليها بلا ودن. انا راه غير بغيت ندير واحد التجربه نخلط الدواء مع الدواء ونفاجئك بالنتيجه. تبارك الله تبارك الله تبارك الله على مولاتي الدكتوره. على كاين شي واحد كيخلط الدواء مع الدواء؟ كاين نوبنا لطفي جو سوي اسي. حنا كنا كنخلطوا الدواء. ايه هاد الدواء الاحمر مع الداجينه ها البوماده مع السيرو ها البراوات مع الفانيل وبخير. بابا سيدي بالحق راه ما صدقاتش ولكن انا جو كخوا راه زدت شويه في لا دوز ديال السيليكوز داكشي علاش عمي ولا بحال هكا. يا قلتها لكم قلت لكم اللبنه هي سبب عذابي. صافي عمي شوف المره الجايه غادي نزيد المحلول حامض الكلوروفوروسين والله حتى تصدق. احيانا عليك درتي في هذه الحاله على 100 درهم. غنموت اموت انا وغنموت. لا وليدي لا وليدي ما تموتش هادو وليدي شفتو لك لا تموت يا وليدي هادو با. نعم وليدي جيتي با. ايه وليدي وجيتي با. ايه وليدي كاع ما جبتي لي المهمه با. اش وليدي وصيتيني على شي حاجه وما جبتهاش. وملي مشيتي با ايه تجيبي معاك بعدا شي كاسكرو ديال الطحان بالحرور باش انا متموت شبعان. قالوها اللي مات على شبعة لهنا يقعد له راس. ديال بالله رجع انا عقدت لك به واش معانا ولا واخا المسموم انا غادا الكوزينه وتبعني رغبني رغبك نظيره اجي نقول لك غير اجي صافي غير اجي الله يسامحك ياكي ديال بالله رجع انا عقدت لك به اجي غنقول لك غير واحد القوله انا غادا الكوزينه وتبعني
انا مالك ولد مالو جاك ولا حمار مربوح يمكن خوك يلاه جايبو حمرون او الجداري او الجداري هاد الدواء الاحمر مع البومادا غير اجي صافي غير اجي ها السيرو مع البراوات ها الفانيد مع شنو الاخر هذا مع الدجينة اجي غير نقول لك واحد القولة متشبعان تشبعان تشبعان مالو جاك ولا حمار قالوها مربوح يمكن خوك يلاه اللي مات على شبعة له لا يطيح له راس هاد الدواء الاحمر مع البومادا